المواقف الحياتية الصعبة ليست أمراً تستعد إليه أول شيء في الصباح، ولكنها تحدث فعلاً، ومن الأفضل أن نجهز أنفسنا لأي شيء تلقي به الحياة في طريقنا، سواء إعصاراً أو حريقاً منزلياً. إن أمسكت النار في زيت الطعام، لن ينقذك الماء، بل سيؤجج النيران أكثر. أطفئ الموقد على الفور، وغطي المقلاة بقطعة قماش قديمة أو غطاء، سيقطع عنها الأكسجين، وبالتالي ستخمد النيران. إن كان الحريق صغيراً ومن السهل إخماده، ألقي عليه حفنة من صودا الخبز أو الملح. إن تعطلت سيارتك في وسط السكك الحديدية، وترى قطاراً يقترب منك، يا إلهي! حري بك التخلي عن سيارتك بأسرع ما يمكن، ومن ثم ابتعد عن السكك الحديدية، ولكن في اتجاه القطار القادم. إن اخترت الاتجاه المعاكس، سيعترض طريقك الحطام المتطاير من السيارة. يا لطيف! إن رأيت انحسار المياه بسرعة وبشكل غير متوقع بعيداً عن الشاطئ، وانكشف قاع المحيط، حذر الجميع من حولك واهرب بأسرع ما أمكن. عندما يحصل هذا الجزر عن الشاطئ بشكل محير، فهذه علامة عن اقتراب التسونامي. إن علقت في حريق، انبطح على الأرض. لا يتأتى الخطر الأعظم من الحريق في حد ذاته، بل من الدخان الذي ينتجه، بما أنه أخف من الهواء يتصاعد إلى فوق. لذا يجدر بك البقاء قريباً من الأرض قدر الإمكان لتجنب استنشاقه. ابتعد عن المنطقة التي تعرضت لصاعقة رعدية، احتمال ضربة ثانية عال جداً. إن تمكنت، استلقي في مكان مجوف في الأرض. تخلص من جميع الأجسام المعدنية وهاتفك الخلوي. قبل 3 إلى 4 ثواني من الإصابة بصاعقة رعدية، ستشعر بمذاق معدني في فمك. اجلس على الفور، وضم كعبيك معاً، وضع يديك على ركبتيك. إن علقت في تيار مازق، حاول ألا تكافحه أو تسبح للعودة إلى الشاطئ. ستجهد نفسك قبل الوصول إلى هناك. وحاول عوض ذلك السباحة بشكل موازن للشاطئ حتى تخرج من التيار. وبعد ذلك فقط تحرك في اتجاه الشاطئ. إن كنت تشك أن الجسم الذي ستلمسه قد يكون مكهرباً، استعمل ظاهر اليد. بهذه الطريقة، إن كانت شكوكك في محلها، ستتمكن من انتزاع يدك بسرعة. ولكن إن لمست هذا الجسم بكف اليد، فالشحنة الكهربائية ستضم يدك في شكل قبضة محكمة، ولن تتمكن من فكها. إن علقت على جليد رقيق، وليس هناك أحد لمساعدتك، استلقي على معدتك وافرد ذراعيك وقدميك. إن كنت تملك شيئاً حاداً، استعمله لسحب نفسك إلى بر الأمان. إن لم يكن لديك، تدحرج ناحية الاتجاه الذي جئت منه. سيساعدك ذلك في توزيع وزن جسمك بالتساوي. بينما تنصت إلى تعليمات السلامة قبل إقلاع الطائرة، احسب عدد الصفوف التي ستمر بها للوصول إلى أقرب مخرج طوارئ. إن امتلأت الطائرة بالدخان، أو انطفأت الأضواء أثناء الإجلاء الاضطراري، ستكون قادراً على حساب عدد مساند الرأس حتى تصل إلى المخرج. عند الاتصال بخدمة الطوارئ، أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تعطيهم عنوانك، وبعد ذلك فقط اشرح سبب اتصالك. في هذه الحالة، حتى إن أجبرك شيء أو شخص ما على إنهاء المكالمة، سيكون الموظف على الهاتف قد عرف المكان الذي أتى منه طلب النجدة. لا تلمس أبداً المباني الإسمنتية أثناء عاصفة رعدية، فغالباً ما تحتوي الأرضيات الإسمنتية والجدران والمباني على أعمدة معدنية أو أسلاك تمر عبرها. للحرص على ألا تصاب بصاعقة رعدية، تجنب الاتكاء على أشياء مصنوعة من الإسمنت أو الوقوف حتى بجانبها. إن كنت لا تستطيع سوى الخروج من سيارتك عبر النافذة، أمسك بشيء ثقيل يمكنك العثور عليه، واستهدف حواف الزجاج وليس منتصفها. أكثر أجزاء النوافذ هشاشة هي الزوايا. إن كنت في حاجة إلى الخروج من مكان ما على وجه السرعة، والباب مقفل بإحكام، اركل بأقصى جهدك تلك المنطقة بجانب المقبض مباشرة بالقرب من القفل. بهذه الطريقة، سينكسر بسهولة أكبر. لا تستعمل كتفيك أو ظهرك لضرب الباب، فتلك طريقة مؤكدة لإصابة نفسك. لا تستعمل المولد المنزلي أثناء انقطاع التيار الكهربائي جراء عاصفة هوجاء، فمحركه على غرار جميع محركات الاحتراق ينبعث منه أحادي أكسيد الكربون. يمكن أن يتسبب هذا الغاز الضار في صداع فظيع، وقد تفقد الوعي حتى. في معظم الحالات، نادراً ما ينجو الناس إثر تعرضهم لجرعات كبيرة من هذا الغاز.
انتبه من التغيرات الغريبة في تصرفات الحيوانات. إن بدأوا في التجمع معا أو الاختباء في أماكن مختلفة أو غادروا المكان أو ظهرت عليهم علامات القلق والتوتر، فقد تكون هذه علامات على اقتراب كارثة طبيعية. يمكنك تحويل أعواد الثقاب العادية إلى أخرى مقاومة للماء. ما عليك سوى وضع طبقة رقيقة من الطلاء على أعواد الثقاب ودعها تجف. بهذه الطريقة لن تتبلل حتى إن سقطت منك العلبة في الماء. إن كان منزلك مكوناً من أكثر من طابق واحد، فحري بك تثبيت سلالم النجاة من الحريق. ضعها في عدة مناطق استراتيجية في الطوابق العلوية. بهذه الطريقة إن أعاق الحريق وصولك إلى الطوابق السفلية، سيكون لديك طريق آخر للهروب من المنزل المحترق. يمكن لقنينة المياه إضرام النار إن تركت تحت أشعة الشمس المباشرة لوقت طويل بما يكفي. في هذه الحالة ستعمل القنينة كعدسة وتركز جميع الضوء والحرارة في مكان واحد. لا تترك أبداً القوارير ملقاة في السيارة في يوم مشمس، واتركها بعيداً عن النوافذ في المنزل. إن كنت تبحث عن مكان للاختباء داخل المنزل أثناء الإعصار، اختر حوض الاستحمام، فهو المكان الأكثر أماناً في أي منزل بما أن الحوض مثبت جيداً في الأرض. تملك بعض غرف الاستحمام هيكلاً قوياً وتزيد الأنابيب من تماسك هيكلها. إن كنت تشعر بمذاق معدني في فمك أثناء تواجدك في جسم مائي كبير أو المسبح، فهذا يعني أنك في مأزق. ففي مكان ما في الأرجاء هناك عطل في الدائرة الكهربائية، اخرج من المياه على الفور. إن لمست هذه الدائرة المعطلة سينتهي الأمر بمصيبة. إن كانت يداك مربوطتان بشريط بلاستيكي، أدرهما وحركهما إلى الأمام والخلف. من المرجح أن ذلك سيساعد في ارتخائه قليلاً وستتمكن من إزالة الأربطة. أيضاً عندما تكون مربوط اليدين، أحكم قبضة يدك، سيشد ذلك العضلات في يديك وسترتخي الأربطة بمجرد أن ترخي يديك مجدداً. سيتيح لك ذلك إخراج يديك من الحبال البلاستيكية. لا تأكل الثلج عندما تكون عطشاناً، فمعظمه هواء وليس ماء. سيستهلك جسمك الكثير من الطاقة أثناء تناولك لقدر كبير من الثلج، ولكن ذلك لن يروي ظمأك. سيفقد جسمك أيضاً حرارته الثمينة في محاولة لتدفئة الثلج. جرب إذابته أولاً ومن ثم شربه. إن وقفت أطراف شعرك أثناء عاصفة رعدية، فهذه علامة على أنه يجدر بك الدخول إلى مكان ما في الحال. عندما تتفاعل الشحنة الإيجابية لجسمك مع الشحنة السلبية للعاصفة، ستجعل شعرك يقف. إن لم تدخل مكاناً ما، قد تصاب بصعقة رعدية. إن كنت في الصحراء، حاول أن تقلل حركتك قدر الإمكان أثناء النهار. ابحث عن الظل، أو يمكنك عمل ظل بنفسك من المواد في متناولك. ابق هناك حتى يحل الظلام، ففي الليل ستستهلك طاقة أقل أثناء المشي، وستتجنب الشمس الحارقة. لا تستعمل أبداً المبيضة ومنتجات التنظيف التي تحتوي على الأمونيا في الوقت نفسه وفي الغرفة عينها. ستمتزج أبخرتهما في الهواء وتنتج غازاً ساماً يسمى الكلورامين. يمكنه أن يضر بصحتك بشكل خطير، مما يقودك إلى مشاكل في التنفس. ضع في اعتبارك أن الأمونيا هي المكون الشائع لمنتجات تنظيف النوافذ. إن علقت سيارتك في مكان بعيد عن الحظر وليس لديك هاتف أو راديو لطلب المساعدة، يمكن أن تنقذ حياتك عجلة احتياطية. ستنتج أثناء حرقها دخاناً كثيفاً أسوداً وواضحاً على بعد عدة كيلومترات. من المرجح أن يلاحظ شخص ما إشارة النجدة ويأتي لإنقاذك. حظاً سعيداً في ذلك. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو أعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.